صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. برنامج بلا عنوان من أول يوم انطلاقة كان يهتم بمشاكل الناس، بهمومهم وبقضاياهم. كنا نركز على الحالات اللي تخص المواطن ومعاملاته وإجراءاته مع الدولة أو الجهات الرسمية، وكنا ننقل الصورة بكل شفافية إلى المسؤول عبر الشاشة. لم نكتفي بأن ننقل هذه الصورة إلى المسؤول عبر شاشتنا، وإنما نسعى أن نأخذ المواطن معنا إلى المسؤول لتحل مشاكله. طبعاً واجهنا أنه بعض المسؤولين متعاونين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية وينفذون ما يطلب المواطن ضمن الأصول والضوابط، وأيضاً بعض الدوائر والمسؤولين نلاقي صعوبة بالتواجد معهم أو التصوير معهم لعرض هذه الحالات. عنوان البرنامج بلا عنوان، كل يوم إن عنوان جديد. ممكن أن أي مواطن عنده مشكلة، عنده معاناة، عنده مناشدة، عنده معاملة متوقفة في مكان ما، أن يكتب لنا على صفحة الفيسبوك اللي هي قناة التغيير، وتحديدا البرنامج برنامج بلا عنوان، منشور البرنامج، وإحنا راح نطلع عليها ونتحرك إلى الجهات المسؤولة أو نتحرك حتى إلى المواطن ونتابع قضيته. مناشدات عديدة يعني تأتينا خلال هذه الفترة، بعض هذه المناشدات حالات إنسانية. هذه الحالة الإنسانية اليوم راح نتحدث عنها لسيدة هي أرملة، لديها 3 أطفال، أم قدوس. هذه السيدة أرملة وليس لديها أي راتب أو أي معين، لذلك سنسعى مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن يكون لها راتب كمعين للأطفال أو راتب راح يحددوا الوزارة بعد ما نلتقي بهم. لذلك تواجدنا اليوم في هذه المنطقة، حقيقة هي منطقة سكن عشوائي. راح نتحدث مع السيدة أم قدوس ونشوفها في منزلها المستأجر ونتحدث معها وتحكي لنا عن قصتها بشكل مباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة قدوس؟ الله يسلمك، الله يبارك فيك. اولا احنا جايين نريد نشوف شنو حالتك، تحكي لنا موضوعك شنو، وحتى نحاول انه بلكي نقدر نوصل صوتك الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا انا اشكركم واشكر كل اللي ساهموا من يوصلون صوتي لوزير العمل. انا أرملة وعندي 3 أيتام، بنات 2 والولد عمره 9 سنوات صغير، هذا وانا قدامكم، وما املك لا راتب ولا سكن، ويعني والحياه هسه يعني صارت صعبه خصوصا بجائحه كورونا. يعني ما اقدر انه اسد مبلغ الايجار ولا انه مصرف اطفالي الثلاثه وثلاثتهم مدارس، فيعني صارت صعبه علي حيل. وقبل فتره يعني المؤجر اللي كنا ماجرين بيته يعني حاول انه طلعنا لان ما عندنا ندفع ايجار، والناس ساعدونا انه اجرونا هذا البيت وسكنونا وخلف الله عليهم. طيب احنا هذه التفاصيل نريد نسمعها منك بالتفصيل، نشوف الاطفال، نشوف العائله اللي عندك. اي هن بنات ان شاء الله، وهذا الولد اللي عندي، والمستمسكات موجوده. تفضل. هذا البيت اللي اجرونا اياه الناس. تفضل. يعني كرسي واحد بالبيت، لذلك جبنا كرسي من الجيران حتى نقعد ويا العائلة نشوفهم. استريح على هذا. يلا ماكو مشكلة. استريح على هذا. أم عبد القدوس، احكي لنا أول شيء وضعك أنت، تفاصيل العائلة مالكم. قدمتي بالسابق إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شنو اللي عندك، مشاكلك، همومك؟
والله أنا بالنسبة لي يعني من توفى زوجي بسنة 2014، طبعا توفى بمرض القلب، كان مريض وصارت فجأة عنده سكتة قلبية، وهو قبل ما يتوفى كان عامل بأسواق، وكنا هم نسكن إيجار يعني، لأن هو حالته المادية تعبانة، ما كان يملك لا بيت ولا يعني وظيفة ولا راتب تقاعد يعني من والدته أو والده. ولما نتوفى يعني احنا ظلينا بين اخوته وبين يعني مثلا عمامي، يعني كل فتره يم احد، فيعني مرينا بمعاناه صعبه ما حد تحملنا، تعرف اطفال صغار، فيعني صارت حياتنا حيل صعبه لحد ما يعني كبروا شويه البنات. بالنسبه لوزاره العمل يعني انا راجعتها، بقت اول ما توفى بصراحه ما راجعتها، لان كنت يعني شلون المهمومه وما مصدقين، بس ورا سنتين يعني احنا راجعنا قالوا لنا مسدوده، اللي رحنا المركز الوليد اللي احنا تابعين له فقالوا لنا مسدوده، ظلينا على كل فتره نروح لهم يقولون لنا مسدوده، انتظروا موازنه هاي السنه وننتظر من تجي الموازنه، يريد ياجلون الموازنه الاخرى. وكذلك لما وصلنا هسه 2020 واحنا لا مصروف لنا راتب ولا اي شيء، وقضيناها انا كنت ما يعني هالقد اعرف الخياطه، وبصراحة على مساعدة الناس، بس حسينا بذلة والناس تساعدنا. يعني صعبة إنه مرة تقعد هي وأطفالها بيت واحد، تعرف لحد ما شوية كبروا وهسه جينا هنا يعني قعدنا سكننا بيت إيجار لحد ما أبو الإيجار اللي هو بالشارع الورانا يعني شينا وطلب إنه نكمل له الإيجار، ما قدرنا نكمل. 250. 250 شلون يعني تدبريها ال 250 اصلا؟ والله يعني اللي الناس تساعدني واللي انا اطلعه من الخياطه، وبالنسبه للمصرف هو يوم اكو يوم ماكو، تعرف انت، لان صعبه انه بجوز بالصيف اكو الخياطه بس بالشتاء صعبه صعبه حيل، فيا دوب اللي احصله سد الايجار. ومرات يعني الجيران خلف الله عليهم اللي يشتري ملابس الاطفال اللي يجيب لنا اكل هاي يعني، بس بالنسبة للوزارة يعني راجعناهم إلا تعبنا صراحة، إلا تعبنا ماكو، حتى وجهت مناشدات للوزير بنفسه عن طريق الصفحة مالته اللي كان ينشر على القصة، وقال دزيل الرقم والتليفون، ووراها يعني ما وصلت الرقم والتليفون، دزيت ما وصلت. هاي جيراني أم حسين هي من ضمن الناس اللي كانت تساعدني. أي بهالحاله انت اللي قدمتي ويا على وزاره العمل هذه هاي الورقه؟ اي فقدمت، قالوا لي ما تستحقين بس الاستشاريه، انه من يطلع قرض تستلمين، ولي حد هسه هو ما تعرفون انتم ما طلع لا قرض ولا راتب، وقالوا بس مجرد انه بياناتك سجلت عندنا انه انت ما تملكين راتب. طيب خذ لي هذه زميل المصور، هذه هي هويه الباحثين عن العمل، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، دائرة العمل والتدريب المهني. يعني هي هاي تثبت عند الوزارة انه انا ما املك لا راتب ولا سكن. البيانات كاملة عندنا. اي بيانات معلومات عندهم يعني علي. اي هذه البطاقة خاصة للبحث عن عمل مناسب لك. فهذه هي المعلومات لأم عبد القدوس اللي تملكها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طيب انت هذه الفترة تشتغلين بالخياطة بس. اي بس بالخياطة، ومرات بنضطر لا. من اضطر يعني ويقل رزق الخياطه، اضطر للخبز للناس يعني هاي، او ادرس اطفال بالبيت يعني احاول بس امشي المصرف، لان يعني حيل صعبه بصراحه، وخصوصا من مره جائحه كورونا يعني كانت حيل صعبه علينا انه انا ادبر لهم مصرف او اكل او حتى ملابس، واللي هسه هو طب الشتاء، وبصراحه انا ما مشتريه بس للولد الصغير، البنات بالنسبه لهم ما اشتريت لهم ملابس شتويه. زين مدارس عندهم يداومون مدارس؟ مدارس اي دا يداومون هسه حاليا، الكبيره عندي بالمتوسطه والثانيه بالخامس وهذا بالثالث، وانت تعرف المدارس بدات وتريد يعني متطلبات سواء كانت قرطاسيه او ملابس مدرسه هاي كليتها. اي واني مثل ما يقولون اني همين وخاصه دراسه مخلصه اعداديه، ولا يعني شفت يعني ارتاحينا بحياه بزمن صدام، ولا هسه بصراحة ارتاحينا بالحالتين احنا عشناها فقر وفقر. نعم زين شنو اللي طلبيه اليوم من وزير العمل؟ يعني اذا واجهناه وقفتي امامه شنو اللي طلبيه من عنده؟ انا اللي اطلبه هي مناشدة باسمي وباسم كل ارملة او باسم كل يتيم، هي احنا عراقيين، ان حق
يعني براتب او كاعانه، انه هي صح ما تسوي لنا شيء بس مجرد انه تعيننا حتى نوفر ابسط مستلزمات الحياه اللي هي السكن والصحه والمعيشه، يعني ذني ابسط اشياء اللي احنا ما نقدر نوفرهن. اطلب مناشده منه انه يوفر لنا رواتب، يفتح التقديم على الرعايه، وكذلك بنفس الوقت يعني يزيدها، لان يعني هي 95 نفر ما تجيب ما تعين. وكليتكم تعرفون يعني اكو عوائل، يعني اكو كبار بالعمر يحتاجون ادويه، يحتاجون يعني اشياء اخرى، يعني مثل الامراض المزمنه. يعني هاي ال 95 ما تكفي اذا هو نفر واحد. وانا بالنسبه لي ويعني اقدم من خلالكم يعني مناشده انه يفتح لنا التقديم، وبنفس الوقت يزيد لنا اياها، لان احنا تعبنا والله العظيم. الايجار حيل 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 صعب، يعني احنا دا نقصر على انفسنا ونضطر مرات يعني مثل ما يقولون نطلب حتى ندفع الايجار. اكو ناس تساعدك وتقدم لك مساعدات؟ والله هم يعني الجيارين يعني خطا يقولوا لي امانه برقبتك اذا ما عندك تدفعين ايجار، اذا ما عندك مثلا حصه. احنا تعاقلين احنا كليتنا اهلك وبارك الله بيهم وخلف الله عليهم. بس اني اولا واخرا اني عراقيه والي حق يعني بالعراق اني كمواطنه عراقيه انه استلم حقوقي. وهذا الطفل هم يعني كطفل هم له حقوق، اي لان هو بالجنسيه يعني مكتوب عراقي. نعم. عبد القدوس تعال خلينا نسولف وياك شويه. عبد القدوس مو؟ بيا صف انت؟ الثالث. داوم مدرسه بدات المدارس مو؟ زين. شنو عندك؟ عندك كتب دفاتر كامله مع المدرسه؟ لا. ما عندك؟ بس عندي كتب. بس كتب. جنطه، ملابس. جنطة يعني هي مالت العام يعني خيطناها وانطيناها اياه. اي والقرطاسية لا بعد ما عنده بصراحة، ولا دفاتر يعني بعد ما موفرينه، لان انا ما عندي اشتري له، لان احنا نتغدى ما نتعشى والناس هي اللي نروح نطلب من عندهم ويجيبونا يساعدونا. وبالنسبة احنا من قبل ما نسكن بهذا البيت يعني البيت كنا ساكنين به، ابو البيت بصراحة حتى دزلنا رسائل انه لازم نطلع، واذا ما طلعنا يذب اغراضنا برا، انه حتى لازم يعني ما عندي انا بصراحه ادفع له. كان يطالبك بالايجار يعني؟ كان يطالبني بالايجار وما عندي ادفع له، فاضطر انه يشمر اغراضنا برا، واضطرينا انه نطلب من الجيارين انه يساعدونا، وهم يعني مثل ما يقولون اجينا واجرنا هذا البيت. مساعده المنطقه يعني؟ مساعده المنطقه اي. واحنا تعبنا، لان تعرف هذا كله ذل للمراه انه تطلب او تمد يدها حتى واحد ينطيها، لان هي شيء مو بسيط يعني. زين انت يعني هذا البيت ايش قد صار لك به هنا؟ صار لي شهرين نازلين. شهرين من يعني من طلعتي من ذاك المكان؟ اي ذاك البيت كنا نازلين به، صار لنا شهرين من انتقلنا. هذا هم ايجاره 250؟ اي 250. اي. وشلون انت هاي الشهرين شلون دبرتوها يعني؟ والله صعبه يعني حيل حيل صعبه، يعني نتعشى ما نتغدى، ومرات نضطر انه نطلب من الجيارين الغداء او العشاء، يعني ما نقدر ان نوفره. ما اقدر اني صاحبه ايتام ما اقدر، وخصوصا هسه يعني العمل الخياطه متوقف ماكو. انت يعني تخيطين هم للمنطقه هنا؟ اي للمنطقه البسيطة. اي بس هو الخياطه يعني بس بالصيف، بالشتاء يعني احنا الخياطات اللي بالمنازل بالشتاء ماكو خياطه تنقطع. وش قد تطلعين من موضوع الخياطه يعني؟ يعني ما يطلع شيء بسيط حيل حيل بسيط يعني، ما يسوى انه شهريا يعني؟ لا ما يسوى يعني جوز يعني ما يتعدى 100,000 هاي يعني ما يتعدى. وانت تعرف يعني البيت يجوز باليوم يحتاج تقريبا 10,000 او 5,000 يعني، يعني اذا تقسمها جوز 2000 3 هي مسد وجبه الريوق، اي مسد الحصه اللي هسه هي مقطوعه واحنا دا نشتريها بفلوس. مسواقش شيء مين تسوقين؟ والله بصراحه ما مسوقين. اي هي مو دا اقول لك يعني احنا ما عندنا ما نملك انه نجيب وجبه لاطفالي اوكلهم. اي وجبه مثل ما يقولون نطلبها، وجبه نصبرها تطلبها من الجوارين يعني؟ اي وجبه نصبرها انه نطفرها من ناكلها. وشلون الاطفال احتياجاتهم يعني؟ والله انت تعرف مدارس يحتاجون قرطاسيه، يحتاجون ملابس مدرسه، يحتاجون هسه الانترنت اللي هو الدراسه صارت عبر الانترنت، صارت الدراسه عبر التليفون، هاي كلها انا ما املكها والله. وهي بصراحة صعوبة صارت علينا حال يعني. اي فعلا يعني هسه المدارس يمكن حتى صارت على الانترنت. اي يعني رحنا للمدرسة، اي رحنا للمدرسة قلنا لهم احنا ما عندنا لا تليفونات ولا انترنت حتى يعني اخلي اطفالي يدرسون عبر الانترنت.
شو كان جوابهم يعني؟ وقالوا انتظروا جواب الوزارة التربية انه الانتساب انه انتم تدرسونهم ببيوتكم. زين انا يعني وين اوفر؟ اوفر اروح اعمل اما اروح ادرس اطفالي؟ زين انت خلينا نقول يعني اذا تشتغلين على قد الخياطة الاطفال خلاص بس بالمدارس يعني ما مشغلتهم او ما تخليهم يشتغلون؟ لا ما اخليهم، هن بنات اخاف عليهن وهذا طفل صغير، فاضطراني حتى لو مرات يعني اطلع اشتغل خارج البيت يعني اضطر انه مثل ما يقولون اعوفهم واسد الباب عليهم واروح اشتغل واجي اوفر لهم عمل. زين بهالحاله مثلا انت ما عندك اهلك اخوتك عمامهم اقاربهم يعني اكو احد يساعدكم؟ لا ما اكو احد. بالنسبه لي انا والدي متوفي ووالدتي مره كبيره هي مريضه يعني ما عندها يعني تعين نفسها، يعني المفروض احنا هسه ربتنا وكبرتنا احنا اللي احنا نساعدها. واخواتي تعرف من الزوجات، احنا سبع اخوات ومن الزوجات وكل واحد حاير بعيشته، يعني العيشه صعبه هسه. اذا اليوم موضوع الراتب مال الرعايه يمكن مهم لهاي العائله، ينقذها من هذا الوضع المأساوي الحقيقه. عائله باطفال، مدارس، احتياجات، يعني ابسط امور الحياه اليوميه هي صعبه بالنسبه ليوم عبد القدوس اليوم. فاحنا راح نحاول ننقل هذه المناشده وهذه القضيه مباشره الى مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، ونحاول ايضا انه تكون ويانا ام عبد القدوس وتكون في الوزاره ل يعني نمشي لها المعامله او نساعدها في انه تكون هي تستلم راتب رعايه. راح نحاول نرتب هذا الموضوع خلال يعني الوقت القليل القادم، وان شاء الله نقدر نقدم شيء لهذه العائله البسيطه اللي حقيقه محتاجين انه يكونون يعني يعيشون حياه طبيعيه. الاطفال مدارس، امهم يعني مهتمه بموضوع الخياطه لكن ما يوفي او ما يقدم شيء للعائله او ما يكفي يسد احتياجاتهم. ان شاء الله راح نلقي الخيرين اللي يساعدوها ويقدموا لها يعني ابسط مقومات الحياه. يعني هذا موضوع انه تبني كرفان قلتي لي، وين كان المفروض انه يصير هذا؟ والله يم الحيوانات اللي هي هنا بالمناطق العشوائيه الاراضي المتروكه، يعني جماعه انه طلبوا مني انه يتبرعوا لي يبنوا لي كرفان اللي هو عباره عن غرفه واحده وصحيات فقط اسكن بيها انا وبناتي، لان ما عندي ادفع ايجار. تعرف لان ابو البيت طردنا البيت ما عندنا ندفع ايجار، بس يعني مثل ما يقولون الناس الطيبه حاولت انه تساعدنا انه نقعد، لان يعني الجو بارد مو مال انه نقعد بكرفان. واني صاحبه بنات يعني ناس اكو تساعدك بموضوع الايجار قالوا لك عوفي موضوع الكرفان. اي قالوا لان انت صاحبه بنات وصعبه والجو بارد، وتعرف انه عائله تقعد بغرفه واحده كرفان صعبه، يعني مو بيت من صحيات وهاي كامل. اي فساعدوك انه يدفعوا لك ايجار هذا البيت؟ اي ساعدوني هم يدفعوا لي ايجار هذا لحد ما الدوله توفر لكم راتب الرعايه. ان شاء الله صوتك راح يوصل. تسلم، بارك الله فيك. راح نتوجه اذا ويا ام عبد القدوس الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. عسى ان نلقي الباب مفتوح وممكن انه نلتقي بالسيد الوزير او احد المدراء اللي ممكن يحل ازمه السيده ام قدوس وعائلتها. إذن بعد ما اطلعنا على حالة أم عبد القدوس وزرناها في البيت وسجلنا معها، اليوم وصلنا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى ننقل حالتها ونرتب ويا الوزارة على موضوع أنه يقدموا لها المعونة اللي ممكنة ضمن شروطهم. لذلك راح نلتقي بالسيد مدير الإعلام، السيد نجم مدير الإعلام، وأيضا مجهزين فريق رصد راح يكون معنا يكون وياها للبيت، يعني نطلع للبيت ويشوفون حالتها ويرتبون الموضوع معاملتها يعني. لذلك خلينا نلتقي بالسيد نجم مدير اعلام
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. احنا أول شيء عندنا حالة أم عبد القدوس. نعم. اطلعتوا على الفيديو شفتوه حضرتكم. نعم. وهي يعني صاحبة أيتام وهو هذا عملكم. فعمل الوزارة اليوم بصورة عامة. بالحقيقة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اطلعنا على مناشدة المواطن، وحسب توجيهات السيد الوزير وجه إلى فريق الرز الميداني بالذهاب إلى هذه العائلة أو الأسرة اللي اطلع على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية لإمكانية شمولها بامتيازات وخدمات الوزارة. احنا طبعا الفريق متألف من السيد سالم وهو رئيس فريق قسم الرصد الميداني، والأستاذ محمد الباحث الاجتماعي. إن شاء الله هسه راح يرافقوكم إلى مكان أو سكن الأسرة للاطلاع على أوضاعها الاجتماعية. طبعا احنا اكو حالات إنسانية حرجة يعني لا تستطيع الانتظار، فيجب معالجتها بكل سرعة. احنا بدنا نشمل جميع الأسر التي تحتاج إلى معونة أو خدمات، ولكن تعرف الكل يعرف الأوضاع البلد الاقتصادية والصحية أدت إلى تقليص أو عدم تخصيصات مالية مناسبة أو عدم إقرار موازنة 2020. فهنا هي المعرقل الوحيد لعمل الوزارة. تعرف هي وزارة خدمية تعتمد على الموازنات العامة لإمكانية شمول الأسر المحتاجة من مجتمعنا العراقي الكريم. نعم، احنا نشكرك استاذ نجم، ونشكر معالي الوزير ايضا الاستجابه السريعه انه خصص فريق مباشره، يعني امر بتخصيص فريق يتوجه الى السيده ويطلع على يعني وضعها، وربما يعني راح تحلون الموضوع. هي صار لها فتره يعني تراجع وما قدرت تحصل شيء، فشكرا لكم. واحنا يعني ما نريد ناخذ من وقتك، وايضا حتى نتوجه احنا لا بالعكس، هذا اول شيء هو واجبنا القانوني والاخلاقي والشرعي، واحنا يعني المواطن هو حقه على الوزاره وعمل الوزاره، وهذا هو دائما احنا متفضلين او انتم متفضلين الوسائل الاعلاميه ترصد مثل هكذا حالات حرجه. طبعا انتم شريك اساسي لعمل الوزاره من اجل ايصال هذه المناشدات الانسانيه، وانا اشكركم كثيرا. شكرا لك استاذ نجم. اذا خلينا نتعرف بالاخوه. استاذ الباحث الاجتماعي محمد قاسم، عضو فريق الرز الميداني وزاره العمل. انا سالم تكليف الموسوي، مدير قسم الرز الميداني. طبعا على ما عرضته قناة التغيير، عائلة أم عبد القدوس، معالي سيد الوزير استجابة سريعة لهذه العائلة فورا إلى قسم رصد الميداني لزيارة هذه العائلة، ويتم مسح ميداني لهذه العائلة من قبل الباحث الاجتماعي. الحقيقة احنا الرصد الميداني زار العراق، محافظات العراق في بغداد والمحافظات، وكانت هناك زيارات التواصل مع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، يعني أي حالة تعرض إحنا هاي الحالات تكون حالات صعبة جدا، يعني ما يقدر الإنسان أو المواطن ما يقدر يراجع الوزارة، الظروف المادية الظروف الصحية. هذا الفريق يرصد هذه الحالات عبر التواصل الاجتماعي أو على ما تعرضه القنوات الفضائية. هناك استجابات سريعة من قبل معالي السيد الوزير. الحقيقة هذا الفريق بدأ العمل من 2011 ولحد الآن شمل ما يقارب أكثر من 25 ألف أسرة في بغداد والمحافظات. إذا خلينا نتوجه أستاذ سالم، نوصل للعائلة ونشوف إن شاء الله، ويتم زيارتها ويتم مسح ميداني وإملاء استمارة وجلب المستمسكات، ويرفع تقرير إلى معالي سيد الوزير بالموافقة. نعم. وترسل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، وبعدها ترسل إلى وزارة التخطيط لتحديد الشمول بالحماية الاجتماعية، وتشمل هذه المرأة ككونها أرملة. إن شاء الله بس ما تأخذ وقت هاي السلسلة. إن شاء الله، يعني هي مطلوب كانت هناك استجابة سريعة من قبل معالي السيد الوزير، من قبل قناتكم أو قبل الإعلام أو أي حالة مواطن عراقي يمر بظروف صعبة يشمل باستثناء من معالي السيد الوزير. نعم، نتوجه إذن. إن شاء الله. إذن هذا هو دور قناة التغيير وبرنامج بلا عنوان، الهدف هو إيصال الشكوى والمناشدة إلى المسؤول بشكل مباشر. راح نتوجه إلى بيت أم عبد القدوس حتى يطلعون الفريق الميداني على حالتها. We'll be right back.
وصلنا إلى بيت أم عبد القدوس اللي هي تطلب موضوع الإعانة الاجتماعية، لذلك وصل الفريق أيضا ويانا حتى ندخل ويشوفون حالتها. السلام عليكم. شلون الصحة أم عبد القدوس؟ تفضل. السلام عليكم. شلونش ماما؟ شلون صحة؟ حياك الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ممكن خيار خطيئة. ما هذا شيء. نعم، خلنا نقعد هنا أستاذ. سهلة ماما، سهلة. جيبي مستمسكاتك الفايل كله. جيبي وتعالي هنا يمنا. سريحي أمي. وقول لمحمد. طيني مستمسكاتك عدك انتي. شهادة. جنسيتك وين هي؟ مغيرتها. تأمينية باسمك؟ عاش سيدك. سجل عيني رجاء خضر عباس. اللي هي يعني كبيانات عد الوزاره، انتم تعرفون هاي الاجراءات. ماشي. سجل عين سجلها. وهاي حجه الوصايه وهاي جنسيه بنتي الاخرى. مستنسخه شيء جنسيه شيء جنسيه؟ اصلا شلون راح نستنسخها وندز لك اياها؟ لازم نصورها. صورها بتليفون اذا هاي يعني واخذها وخلي لل ماكو استنساخ هنا قريب عليها؟ لا والله، لان احنا البارحه جبناها من الوكيل، انت تدري البارحه. اي لكم احد قريب يرجعها عودين؟ لو شلون؟ ضروري، هسه نشوف شلون نصورها. حجة الوصاة بالنسبة لها يعني مستنسختها لك، وهاي شهادة الجنسية. هاي شهادة الجنسية. اي. هاي شهادة الجنسية. بس عندك شهادة الوفاة هم تحتاج يعني استنسخها؟ اي لازم. يعني بس ذن الاثنين استنسخ. لا ذن الاثنين استنساخ. ان شاء الله. نستنسخ ندزلك اياها، شلون ندزلها؟ زين اكو احد عادي اذا تدون انا اجيكم عادي للوزاره، ما عندي اعتراض او اي مكان يعني. بعيد عليك اي بعيده. لا بعيد عليك. واحد اكو مكتبي هنا قريب السلساف. لا والله ما كنت تعرفه، منطقه مقطوعه شويه، الا نروح للميكانيك. ما عندك راتب؟ لا والله ما عندي اي راتب والله العظيم، حتى الايجار جاي اروح اطلبه من الجيران. انا متاكد مقدمه قبل شيء؟ لا لا ما مقدمه، يعني انا اذا اجيكم يقولوا لي على الموازنه، كل ما اجي يقولوا لي لما تجي الموازنه تعي وتجي. ايش صار من توفى زوجك؟ انا من 2014 هاي. 2014 وين كنتي؟ هاي الفتره كلها اقسم لك بالله اجي ويرجعوني هذا الوليد يقولوا لي ما مفتوحه. لا مو احنا المشكله انفتحت 2016. انفتحت 2016 ورحت على اساس أنا قدمت وبالاخير لما اروح اكتشف انه ماكو كل شيء، اي اسم حتى اسم ماكو اللي بالمعلومات. يلا احنا بنتاكد من اقرب نقطه. جامع المدينه المنوره اللي هو يم السريع. سجله اقرب نقطه هو هذا الجامع. معلومات كامله، مستمسكاته كامله. بقيت بدني ان شاء الله حتى نصورها نقطه هي. خليه يدني وياهن. احنا هسه اخذنا المستمسكات كلهن. تبقى هذني حتى نستنسخين وخدمتك امي. تسلم بارك الله فيك. راتبي خدمة شر. الراتب اي يخدمني والله، تعبنا من تعبت حيل الله يرضى عليك. وهسه انت تعرف الدراسه لازم اني اقعد ادرسهم، ما اقدر يعني ادرسهم واشتغل بنفس الوقت. الله يسهل ان شاء الله وتكمل المعامله ان شاء الله. انت يعني يطلع لك راتب 225,000 رحمه من الله. الحمد لله. اربع نفرات عندك ثلاثه، وانت تاخذين 100 والطفل الاولان ياخذ 50. تسلم بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك. وتاخذ 25 يصير 225 تقريبا بالشهر. تسلم بارك. كانت كل شهرين. احنا الاعانه الحمايه الاجتماعيه كانت كل شهرين. معالي السيد الوزير حصل موافقات صارت كل شهر. بالنسبه للمراه كل امراه تتقاضى الاعانه الفرد الواحد لها تاخذ 100. والطفل اللي عندها الثاني ياخذ 50 والثالث 50 والرابع 25. تاخذين 225 بالنسبه للمراه، بينما الرجل ياخذ 175 اللي اربعه واكثر بالقانون. هذا قانون 11 سنه 2014 انت استحقاقك 225 بالشهر. نعم ممتاز. زين هسه شلون تسلسل المعامله راح يكون استاذ؟ احنا هسه اخذنا المستمسكات، راح نعد تقرير لمعالي السيد الوزير بزياره وبرفقه القناه التغيير. معالي السيد الوزير راح يكتب موافق، ترسل هذه المعامله الى دائره الحمايه الاجتماعيه
تسلم بذمه وتحول الى القسم المذكور هي على الكرف على الدوره راح تحال الى الوليد للطوبشي حوله الطوبشي دائره رعايه المراه الطوبشي المراه نعم. احنا دائره المراه تتحول للقسم القسم شو حسوي يدخلها على الواجهه تدخل على مترسل الى وزاره التخطيط نعم. ننتظر وزاره التخطيط تيجي النتائج هم مين يعني يدزون اسماء فرديات وانما اعداد تيجي تعرف احنا عليها ضوء الاستماره راح اللي يمليها البحث الاجتماعي هي ما عدا شيء اولا الناس مساعدتها وهيكل والايجار الناس الدفعه يعني ان شاء الله تستحق هذه الاعانه هو وزاره التخطيط حتى تعبنا من قد ما نطلب الايجار من الناس والله حتى تعبنا تسلم بارك الله فيك حقيقه احنا شفنا كل شيء ماكو والبيت هو يا احنا عبارة. من نقول بس الحمد لله وشكر بس على الحصره دي حتى كل شيء ما بيها على اصبابها اخوتنا العزيزه ان شاء الله الله يسهل لك ان شاء الله ما تاخذ وقت بس يعني ما تاخذ وقت هاي المعامله بالاجراءات خلينا نقول يعني تقريبا تاخذ وقت يعني مو اكثر من 45 يوم يلا سهله 45 يوم اكثر شيء شهرين بس ان شاء الله هذا بتوجيه وان شاء الله نحولها من احنا ما راح ناخرها يعني باكر ان شاء الله يوم الاثنين احنا نرفعها للسيد الوزير ثلاثه ترجع لنا نسلمها للحمايه على مود الزول الاقصى ممتاز اجراءكم هو انتم هذا ما تقصرون يعني اجراءكم سريع هو من اجل يعني هذا واجبنا والله واجبنا هذا واجبنا واحنا بالعكس احنا نشكر القناه اللي ترصد هكذا حالات يعني اكو حالات يجوز احنا ما نندلها ما نقدر نوصل لها ما نعرف اكو هنا بهالمناطق بينما الاعلام السلطه الرابعه يرصد هذه الحالات في كل المناطق في بغداد والمحافظات هي مهمه جدا يعني احنا نقدم شكرنا تقريبا لقناه التغيير لهذه الحاله وان شاء الله نتواصل مع الحالات الاخرى ان وجدت ان شاء الله. اذا كانت هاي حلقتنا اليوم من بلا عنوان حلقه الحقيقه مختلفه رصدنا بها حاله ونقلناها مباشره الى المسؤول وكان هنالك اجراء سريع من قبل وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه والممثله بمعالي الوزير اللي امر بتشكيل فريق يتحرك الى بيت ام عبد القدوس والحقيقه تم إنجاز المعاملة إن شاء الله خلال فترة بسيطة فقط راح تمشي الأمور إذن هذا هدف قناة التغيير وبرنامج بلا عنوان أن نكون مع المواطن في شكوى في معاناته وننقلها إلى المسؤول ليس فقط الاطلاع عليها وعرضها على شاشة التلفزيون وإنما الوصول بها إلى المسؤول ويعني محاولة حلها قدر الإمكان لذلك هذا هو بلا عنوان وانتظرونا في عنوان جديد قادم إن شاء الله